وبتاني محطاتنا لليوم رح نحكي فيها عن موهبة فنية استطاع صاحبها أنه يوثق معالمها الفنية من خلال الريشة واللون تارة، ومن خلال أيضا تعديل الصور والتعديل عليها تارة أخرى. يا رشا، أكيد اليوم ضيفنا بالإضافة إلى دراسة الحقوق بلش مشواره بعالم الفن من 9 سنين تقريبا، وكان أبرز المنجزات هي حصيلة فنية تراوحت ما بين الجداريات والتعديل على الصور يلي صارت بصمة خاصة له بعالم الفن. كما أنه اليوم هيك ضيفنا قدر أنه يسوق لنفسه من خلال السوشيال ميديا. رح نحكي أكثر عن عالم الفن والحقوق اليوم كيف اجتمعوا مع بعض، وأكيد مع عالم السوشيال ميديا. وضيفنا لليوم هو الفنان التشكيلي نصر سلامة. يسعد صباحك. صباحكم خير يا رب. بحضرتك يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي عن هالموهبة، كيف بدأت فيها، كيف بلشت تتشكل عندك ملامح هاي الموهبة؟ ابتديت بهاي الموهبة من أنا وصغير، كنت دايما وافي ورقة فاضية كن راسم عليها أو على الحيطان. بعدين لما خلصت دراسة بالمرحلة الإعدادية اتجهت على الإنترنت وقررت أني بلش شغل بهذا المجال حتى أتوسع فيه أكثر، والحمد لله. طيب اليوم حضرتك خريج كلية الحقوق؟ لسه ما تخرج. لسه يعني مشروع تخرج عندنا اليوم، واليوم يعني أي حد عم يشوفنا بيقول إنه كيف قادر اليوم يجمع بين خلينا نقول بين الموهبتين، بين الدراسة وبين الموهبة الشخصية. هو في كتير نماذج بالحياة، وكتير نحن استضفنا حتى بصباحنا غير أطباء وهنون رسامين أطباء وهنون كوتش رياضة. يعني اليوم في فصل ما بين الموهبة وما بين الدراسة، خلينا نحكي عن هذه النقطة. تماماً، هن بعيدين كتير عن بعض. أنا عندي شغف كتير كان بالرسم، كنت حابب أني أطور حالي بهذا المجال لأني لقيت حالي فيه أكثر. كمان كنت حب كتير أني أنا أدرس بكلية الحقوق، وعم وفق بيناتهم يعني، بس أكثر شيء متجه بالفن أكثر. بالفن ليه؟ يمكن دائماً نفس الضيوف نفس الإجابة، أنه هو الإنسان بس يحس أنه عم يعمل قيمة لحاله زيادة بالفن، فدائماً بيتجه لذاته. وبالنسبة للحقوق، حابب تكفي لوين، حابب توصل، ولا حابب توفق بين خلينا نقول المهنتين أو المهنة والموهبة؟ هلا أنا حاليا مفكر إنه أتخرج وكفي بالفن. كثير حلو. طيب اليوم وقت بنقول السوشيال ميديا، نحن عم نحكي عن عالم، يعني هو عالم بذاته، يعني تسويقيا للانتشار للتعريف بأعمال حضرتك. اليوم في قواعد جدا مهمة قبل ما ندخل ونشوف حضرتك شو مشتغل بالسوشيال ميديا. شو هم القواعد الأساسية اللي استندت عليها لنجاحك ضمن السوشيال ميديا؟ هلا بالبداية هن 3 قواعد لازم يحطوهم ببالهم. أول شيء الرضا، إنك أنت تكون رضيان عن العمل اللي أنت بدك تقدمه حتى الناس تكون راضية. فأنت وعم تشتغل بتكون مثلا مركز بالعين، تخلص بتطلع تمام بتكفي. ثاني شيء كتابة المحتوى، النشر على السوشيال ميديا، طريقة كتابتك للمحتوى، طريقة نشرك للصور، هذا الشيء كتير مهم. لازم تعرف حتى أوقات النشر اللي بتفيدك، الجروبات اللي لازم تدخل فيها يلي فيها فنانين ناس بيفيدوك وبتفيدهم أنت كمان. خبرات. تماماً. ثالث شيء هي المصداقية، يكون عندك مصداقية بالشغل. اليوم كتير على السوشيال ميديا عم نشوف رسامين عم ينشروا لوحاتهم بطريقة كتير بروفيشنال مغايرة للواقع، عم يعملوا لها إيديت على الفوتوشوب، وهذا شيء كتير غلط. فأنا بنصحهم بشيء، ببرنامج كتير مهم هو اللايت روم. اللايت روم بس صوروا لوحاتهم عليه، ممكن تطلع الصورة مانا أبيض وأسود، تختلف من كاميرا لكاميرا. بيعملوا له سحب ألوان باللايت روم بدون ما يضيفوا فلتر أبيض وأسود، لأنه الفلاتر الأبيض وأسود كتير متعددة. فينتبهوا على هاي النقطة لحتى يكسبوا ثقة الزبائن، رح يكون عندهم مصداقية. طب اليوم كل فنان له عالمه، يمكن الخاص له شيء بيميزه عن غيره، أو يمكن في شيء لون معين أنت حبيته خلص هذا اللي بيميزك أنت. تماماً. أنا حبيت كتير اختصيت برسم البورتريه الوجوه. طبعاً رسمت جداريات غير شيء، بس اختصيت بهذا المجال حبيته أكثر. عم شوف بعض اللقطات لحضرتك مشتغل بورتريه بشكل كتير جميل يعني، وقريب لشخصيات لك هاي سلافة. عم نشوف هدول القصص. اليوم حضرتك كيف استغلت السوشيال ميديا، ونحن نقول مثل ما قلنا يعني هي وسيلة للانتشار، كيف فعلت شغلك، شو أهمية المنصات بعملك؟ هلا خلونا متفقين انه اليوم نحن بزمان السوشيال ميديا هو أهم شيء.
أنا بلشت انتشار على السوشيال ميديا من شي 9 سنين. كنت أنشر بشكل بسيط، يعني ما كان عندي الأفكار زيادة. بعدين توسعت أكثر، صرت أدخل بجروبات الفنانين، في جروبات فيها كثير ناس فنانين، أكسب منهم خبرات وكمان أنا يكسبوا مني هنا، أعرض لوحاتي وفادني هذا الشيء كثير بالانتشار الحمد لله. صار عندك جروب على السوشيال ميديا؟ ما عملت جروب، عملت صفحة عامة وطورت حالي. أنا من 4 سنين دخلت مجال الديجيتال آرت، مثل اللوحات اللي عم تشوفوهم الملون هو ديجيتال آرت. كمان توسعت بهذا المجال وإن شاء الله لسه تطور. كيف تشوف تفاعل الناس وقت اللي بتنزل بورتري لفنان معروف أو لوحة هيك على ذوقك؟ يعني شو كيف تلاقي التفاعل؟ هلأ أنا لما بلشت بالبداية كنت كتير سعيد إنه لما أنشر لأرسم لفنان مشهور وانبسط بالكومنت واللايك والناس. اليوم أكتر شيء بهتم أنا شو شايف حالي عم بتطور أو لا. اليوم يمكن كل فنان أو كل شخص بيطلع بشغلة يمكن بدايته الموهبة، اليوم بدايته بتضل ذكرى عالقة. يعني اليوم يمكن أنت أول لوحة لك، هدول اللوحات اللي عم نشوفهم أو الرسومات اللي عم نشوفهم، في شيء يمكن مميز عندك لهلأ له ذكرى عندك، تحكي لنا عن هذا الشيء؟ أكيد في لوحات كتير بتعني لي لأشخاص معينين، بيعنوا لي إنه ضافوا لفني زيادة، طورت أنا فيهم، لقيت إني اشتغلت بهي اللوحة شيء أنا ما اشتغلته قبل، طورت حالي بهذا المجال أكثر. والفكرة إنه السعي كتير مهم، بالنهاية ليس للإنسان إلا ما سعى. تحكينا عنها لهي اللوحة اللي عم تقول إنه هي اشتغلتها وأكلت معك جهد، عن شو كانت؟ هي لوحة، كانت لوحة صبية. يومتها قررت أنا إنه اتطور بالتظليل وشفت مقاطع على يوتيوب وطورت حالي باللوحة نفسها، يعني ما عملت شيء تجريبي والحمد لله كان الأصداء كتير حلو. كتير حلو. بدنا نروح للتعديلات والصور اليوم، شو هم التعديلات اللي بتشتغل عليها بصورك؟ على الرسم أو الصور العادية؟ عادية. الصور العادية فوتوشوب، بعمل فوتوشوب للصور. اللي صار بالصدفة بال 2019 كان في صورة للفنانة نادين نجيم، فبدون فوتوشوب وبدون مكياج سحبت الصورة، أنا عملت لها إيديت ونشرتها للصورة. فقت الصبح وعملت لها منشن، فقت الصبح لقيتها هي ناشرتها وعملت لي تاج وكان في انتشار كتير، كنت كتير سعيد. الواحد حلو بينبسط وقت بيشوف الأصداء، خلى عندي حافز أكتر حتى أنا لسه أشتغل أكتر واستمريت بهذا الشيء. طب اعتبار عم تحكي عن الحافز، خلينا نحكي عن البيئة حولك، مين الأشخاص اللي دعموك، البيئة الداعمة لإلك سواء من الناحية السلبية أو الناحية الإيجابية؟ يمكن في أشخاص يمرقوا معك سلبيين إنه أنت ليش شو بدك بهي القصة، خليك مثلا بدراستك، أو العكس كمان في أشخاص إيجابيين اليوم بيمرقوا بحياتنا وبيدعمونا. الحافز اللي كان عندي هو من الناحية السلبية، هو أني أنا طور حالي واشتغل على حالي أكثر لهذا السبب. طيب خلينا نحكي عن الجداريات اليوم، هي عالم بحد ذاته يعني. تماما. بلشت أول لوحة جدارية بال 2019 كمان بالشام، كانت رسم مباشر على الجدار ولأول مرة، كان مثل تحدي والحمد لله نجحت فيه. حلو كتير هاي القصص، خصوصاً اللوحات الجدارية يمكن إلى هيك لهلأ إلى طابعها الحلو، في أشخاص بتميل يمكن طبعاً شوي. هو رسم حر حتى راحة نفسية، يعني الإنسان لما بده يفرغ طاقة بيرسم، حتى لو ما كان بيرسم، في ناس بترسم لما بدها تفرغ طاقة. تماماً. أنا آسفة بس أنا شوي تعبانة اليوم. ولا أستاذ، كونه حكينا على الجداريات، خلينا نروح لأهم اللوحات الجدارية اللي اشتغلتها حضرتك. هلا صراحة لوحات جدارية كتير ما عملت، عملت 3 لوحات جدارية. أهم واحدة منهم كانت هون بالشام، كانت لوحة جدارية فن تجريدي. تحكي لنا عن الأصداء تبعها. كانت الأصداء أنا تفاجأت من حالي لأنه كانت أول لوحة، ولما خلصت اللوحة أنا تفاجأت أن طلعت هيك من بعيد. الفنان لما بيكون عم يرسم بيكون مفوكس بمكان معين ما بيكون شايف اللوحة كاملة، لما خلصتها وطلعت تفاجأت فحبيت كثير. حبيتها؟ نعيدها يعني، تجربة هي للإعادة أكيد. أكيد أكيد.
طيب حكينا اليوم عن الأشخاص اللي حواليك، اليوم بتفكر أنك تدرب، هل حضرتك اليوم شوف حالك مؤهل أنك اليوم تعطي كورس بالفن التشكيلي؟ هلا أنا ماني أكاديمي بهي الموهبة، بس أنا عندي تجربة وخبرة، عملت كورسات. أنا كنت فاتح مرسم بال 2018 باللاذقية، وكنت أعطي كورسات لطلاب على حسب خبرتي. كثير حلو رشا الفن والرسم، لكن اليوم إذا ما حدا دعم الشخص، يعني أحيانا بتلاقي طفل بالبيت إذا الأهل ما دعموا يمكن ببلش بشخوط وبيرسم وبيشيل وبيحط، إذا ما لقى حدا يدعمه يمكن ما بيفوت بهذا الشيء. هو الإنسان بس يكون واثق من الشيء اللي عم يشتغله، حابب هذا الشيء بيكفي، حتى هو يعني بتزيد ثقته بنفسه لما بيكفي بهذا المجال. المعارض اليوم كونه ذكرنا الدعم، اليوم المعارض هي من أهم خلينا نقول قصص الداعمين بحياة الفنان. لتعرف بعمله، يعني نحكي عن مشاركاتك وقديه اليوم استفدت من هي المعارض. هلا المعارض اللي أنا شاركت فيها هي مو معارض على الواقع، هي بالعالم الافتراضي على السوشيال ميديا. أنا عملت معارض على السوشيال ميديا نشرت فيه، وفي ناس كتير بتخوف انه انا بلكي ما نجحت على السوشيال ميديا، بلكي ما انتشرت. بقول لهم يعني حتى الساعه الخربانه بتكون مزبوطه مرتين باليوم، فالا ما تزبط معك بشيء. بالختام شو مشاريعك او شو عم تخطط لقدام، من سواء باللوحات بالفن او بدراستك؟ اكيد للتطور اكثر، اتعلم مهارات جديده اضافه للفن، وبتمنى الكل يكون استفاد من الكلام اللي حكيته، يتبعوا الخطوات ويتجنبوا اي شيء سلبي. اكيد احنا بنتشكر حضورك ونتمنى لك هيك التوفيق ونشوف اعمالك على مستوى جدا جميل. اهلا وسهلا. انا بتشكركم كثير وبتشكر كل القائمين على اللقاء، وبشكر كل الناس اللي بتدعم المواهب السوريه. شكرا كثير. اكيد احنا بنتشكرك ونتمنى لك التوفيق بهي المهنه، بهذا الفن الجميل وايضا بدراستك. شكرا كثير لك، كل عام وانت بخير. وانتم بخير يا رب. شكرا كتير.